وفرصة الهدف الثاني. محمد هو نجم يسجل الهدف الثاني لفريق الوداد البيضاوي. هدف ثاني لفريق الوداد البيضاوي والذي يؤكد نتيجة الجولة الأولى. إذا التمريرة كانت ممتازة من دينامو الوداد وفرحة ودادية لا توصف، فرحة ودادية لا توصف. فهذه المحاولة الأخيرة، إذا الفريق الوداد البيضاوي يسجل الهدف. إذا سنتابع تمريرة كانت ممتازة من وليد الكاتي، متابعة جيدة من إسماعيل الحداد، سدد وتدخل كان ممتاز من المدافع الأوسط، وهدف لصالح فريق الوداد. نتابع ونجم كادت أن تضيع. إذا إسماعيل الحداد ناورة، ونتابع التدخل الذي كان جيد للمدافع الأوسط لفريق أولمبيك آسفي. تدخل كان جيد للاعب العصير محسن، لكن محمد أونجم كان متابع لهذه المحاولة. إذا الآن الوداد ستتحرر. إذا هدف يمكن أقول بأنه كان مفاجئ وقاسي بالنسبة لفريق أولمبيك آسفي الذي كان يمني النفس. هدفين للسفر وبداية موفقة للوداد خلال هذه الجولة الثانية. وسط الميدان تعود الآن مرة أخرى مجيد مختار، كرة عالية أشرف داري